تجاوزت نسبة تنفيذ مشروع قناطر ديروت الجديدة حتى الآن 19%، وهي نسبة تتجاوز البرنامج الزمني المقرر. وأوضحت وزارة الموارد المائية والري أنه فيما يخص الموقف التنفيذي لقنطرة فم بحر يوسف، فإنه جاري العمل على تنفيذ الخرسانات بالقنطرة، وذلك بعدما تم الانتهاء من إنشاء الخوازيق الخرسانية المسلحة لأساسات القنطرة وتركيب الستائر المعدنية المزدوجة والقاطعة للسد المؤقت وتجفيف حفرة الإنشاء. وفيما يتعلق بإنشاء قنطرة حجز الإبراهيمي، أوضحت الوزارة أن أعمال الردم لتنفيذ السد المؤقت جارية تمهيدا للبدء في الإنشاء، كما تم البدء في تنفيذ للجلسات التأكيدية.